البعض يقول والله الأهلي هيلعب هناك في الترجي على أرض الترجي، فممكن إن هو يكون متحفظ شوية، يحافظ على الجانب الدفاعي، يلعب على الهجمة المرتدة وغيره من الحاجات اللي هي التخصصية بالنسبة لكرة القدم. ولا حضرتك شايف إن هو لا يكون مهاجم يباغت من بداية الماتش بحيث إن يكون في ضغط على لعيبة الترجي؟ وجهة نظر حضرتك ورؤيتك بناء على الفرقتين وعناصر الفرقتين اللي حضرتك شايف. ما أنا ما أقدرش ولا أي حد يتكهن بالطريقة اللي هيلعب بيها كولر في الأهلي، أو كاردوزو هيلعب بالطريقة اللي هيلعب بيها. أمال ليه التدريبات سرية وممنوع حضور الإعلاميين وموضوع حضور الجمهور؟ يعني اللي احنا نعرفه دايما وأبدا، النادي الترجي بيلعب بطريقة اسمها طريقة البريسنج، الضغط. الترجي بيبدأ أي مباراة عنده من زمان بيلعب 20 دقيقة الأولانية بيهجم بكل قوة ويضغط في كل أماكن الملعب، في كل مكان في الملعب بيضغط على اللعيبة التانية وبيهاجم ويعمل، لأن هو دايما خطته إنه يسجل هدف في ال 20 دقيقة الأولانية. إذا مرت ال 20 دقيقة الأولانية ونجح كولر في 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 وضع خطوط دفاعية وهجومية متناسقة وامتصاص الحماس بتاعه، امتصاص الجمهور، حماس الجمهور، هيبقى الاهلي يعني هيقدر الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه بعد كده. حضرتك شايف ان هي مباراه صعبه والتنبؤ بنتيجتها شيء مستحيل، يعني دقيق، الى جانب كمان انه اللعب نفسه هيبقى فيه مفاجآت. اكيد اللعب مفاجآت، والا ليه بيتعامل معسكرات سريه وممنوع حضور الجمهور في التدريبات، ممنوع حضور الصحفيين، ممنوع حد يقول لحد سلام عليكم، فكل الفريقين ملتزمين بسريه تامه، محدش عارف خطه برغم اللعب. ان الاهلي يعني في تصريحات انهم متوسمين خير يعني، وشايفين ان الظروف مهيئه لفوزهم وكذا. المدرب بتاع كولر امبارح قال، مارسيل كولر قال في المؤتمر الصحفي، احنا ما فزناش وما عملناش حاجه وما نوعدش بحاجه ومحدش يقدر يتكهن بحاجه، واحنا بنحترم المنافس، والمنافس اللي هو الترجي زيه زينا بالظبط. هو بيبقى جزء من المباراه، يعني هو المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه، يعني ده جزء من المباراه، والتصريحات في حد ذاتها ده بيكون ليها بالتاكيد مدلول واهميه كبيره جدا بالنسبه للتهيئه للعيبه قبل ما يكون بالنسبه للمنافس بالتاكيد. طيب من وجهة نظر حضرتك، احنا مش هنتكاهن، ولكن وجهة نظر ورؤية، مين في الهجوم تحديدا بالنسبة للأهلي من المفترض من وجهة نظر حضرتك انه هيبدأ بكرة او النهاردة خلاص يعني؟ ما هو احنا وفق المباريات السابقة والتكهنات اللي احنا نعرفها، ان الهجوم هيبدأ بيرسيتاو، الهجوم انت قلت الهجوم بيرسيتاو ووسام بن وسام ابو علي راس حربة، وفي الناحية التانية في الجناح الأيسر رضا سليم أو حسين الشحات، وراهم صانع ألعاب إمام عاشور. دول أجهز عناصر موجودة، وما نقدرش نفضل عنصر عن عنصر، يعني كل واحد له بديل. تمام. يعني إحنا مثلا أنا عارفين إن كهربا هيبقى احتياطي، وعارفين إن مودست هيبقى احتياطي، فالعناصر اللي أنا قلتها ديت ثلاثة، والجناح الأيسر في تنافس عليه بين رضا سليم اللاعب المغربي المحترف عندنا وحسين الشحات. هو دايما بيبقى الكلام في مسألة الجناح الأيسر يعني كتير ما بين الشحات ورضا سليم. طب نص الملعب حضرتك قلت إمام عاشور، طب في ظروف تانية على حسب سير المباراة ممكن مين تاني يكون مع إمام عاشور؟ احنا عندنا مروان عطية، وعندنا أطراف تانية. احنا عندنا أكرم توفيق ومروان عطية، لأن إيليو ديانج الرابع بتاعهم مش يعني مش جاهز بنسبة 100%، وما لعبش ولا مباراة بعيد من أيام بطولة الأمم الإفريقية في يناير، وعمرو السولية اللاعب الأساسي في هذا المكان مصاب، وكوكا اللاعب الناشئ الموهوب اللي كان له أدوار مهمة في المباريات السابقة مصاب، فأنت عندك اتنين يعني مصابين مش جاهزين 100%.
الثلاثة اللي قلنا عليهم دول مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور كصانع ألعاب، دول هم الجاهزين تماما، وهم دول في غالبية الأوقات هو اللي بيعتمد عليهم. يعني يمكن كوكا كمان يعني لو كان موجود كان ممكن يلاقي له مكان، بس إليو ديانج بعيد لأنه إصابته كانت طويلة وما لعبش ولا مباراة. عمرو السولية مصاب بقاله فترة طويلة، يعني كان لسه راجع كمان من أصابة، وبعد ما رجع أصيب مرة أخرى. فهذه العناصر هي اللي موجودة عندنا. طيب بكل اللي حضرتك بتقوله ده بالتأكيد جواك كده نفسك الأهلي يكسب، وبتتوقع إنه أكيد أكيد طيب يعني أكيد بتتمنى أكيد يكسب كام أكيد كام؟ أكيد أكيد أنا بتمنى الأهلي يكسب. لا كم كم دي لا، ما نقدرش نقول لا لا لا. أنا بتمنى من كل قلب النادي الأهلي يكسب، لأن أنا بحب الأهلي، ومن ضمن الأندية اللي أنا بحبها في حياتي الترجي. يعني أنا بتمنى إنه يكسب، إنما حتى لو عاد بالتعادل فدي هتبقى برضه تعادل بطعم الفوز. أي تعادل يا فندم؟ أي لا ما هو الحسابات يعني الكورة والذهاب والعودة طبعا أفضل حاجة إنه التعادل 0-0. ده أفضل حاجة، إنما برضه التعادل في أي حال من الأحوال مش وحش يعني.